بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير، السلام عليكم. ان شاء الله هنتكلم دلوقتي على certain common hepatic disorders في بلدنا. بقالكوا ساعة بتتكلموا على القلب، شوية بقى نتكلم على الايه، على الكبد. عايزين بقى نصحصح مع بعض كده. احنا مش جايين نتكلم يا ولاد على تكست موضوع هتلاقوه في مرجع، اللي مش ده هدفنا. اللي انا فاهمه ان انتوا اطباء زملائنا الصغيرين في اول حياتكم، بيهمني ان انا اوصل لكم من خلال المواضيع اللي هتكلم فيها ايه دوركم في نصيحة الناس المرضى، ايه دوركم في نصيحة اهلهم والمجتمع اللي انتوا فيه، وامتى تستعينوا بالاكبر منكم اللي هي ترانسفير. انما انا مش جاي ان انا اقول لكم ديفينيشن كوزس، مش ده المطلوب، لان الكلام ده عندكم في الكتب بتاعتكم او مصادركم، اكيد مش ده اللي انتوا جايين تدوروا عليه النهارده. من اوائل الحاجات اللي بيهمنا نتكلم عليها في بلدنا هي الاكيوت فايرال هيباتايتس. في لسته طويله، اهم اسباب زي ما انتم عارفين الهيباتايتس A، هيباتايتس B، هيباتايتس C. في صورتين كبار للاكيوت هيباتايتس، نون اكتريك، العيان ده ما بيصفرش، ما بيجيلوش جوندس، بيجي بالفاهم. عارفين يعني ايه فاهم؟ طبعا فيفر، هيديك، ماليز، انوركسيا. يتميزوا المرضى دول عن اي انفكشن تاني بماليز عالي قوي. ماليز يعني العم قريف، مش في الموت، قرفان في عيشته. كمية الانوركسيا هنا بتبقى اعلى من اي انفكشن تاني، بالذات للدهون، ما بيطقش ريحة السمنة او اي دهون. لو بيشرب سجاير تلاقيه مش طايقها، ممكن تشك في المرحلة دي ان ده هيكمل بصورة الاكيوت فيرال هيباتايتس. ليه النقطة دي مهمة؟ معظم حالات الهيباتيتس A في الانديميك اريا زي مصر بتيجي نون اكتريك في الاطفال الصغيرين. يعدي على الطفل كانه دور برد. ليه ما نعرفش انه هيباتيتس؟ لان الطفل مش هيصفر، مش هتجيله جنط. فالام تفتكره دور برد والدكتور يفتكره دور برد. لو جات الاكيوت فيرال هيباتيتس في حد كبير قدكم كده غالبا بتبقى اكتريك، وده يمكن يكون ليه تغير شويه في الكام سنه الاخرانيه في السن بتاع الاكيوت فيرال ايه في مصر. في جيلي انا كلنا خدنا الاكيوت فيرال ايه اول ما رحنا المدرسه الابتدائي. في اجيالكم انتوا ربما بعضكم او اصحابكم او زمايلكم جات له الفيرال ايه هيباتيتس في ثانوي او في الكليه. يا ترى ايه السبب؟ في عده اسباب رصدناها لما دورنا في الموضوع ده. المرض انديميك في مصر، اللي اتربى عندنا في بلادنا جاله الفيروس في طفولته وعدى نان اكتريك، خلاص ربنا نجاه، لونج لاستنج اميونيتي، ما يجيلوش تاني، هي مره واحده. الناس اللي هم سافروا الخليج دول البترودولار وبعتوا ولادهم مصر لما خلصوا ثانوي عشان يدخلوا الكليه، دول ما جالهمش الفيروس في الخليج، مش موجود هناك. اول ما جم مصر كلوا على عربيه الكبده وراحوا كلوا عند زيزو والناس دول، جالهم الفيروس ايه. تاني احتمال، الوعي زاد بصوره مزعجه في الحته دي. تسمعي عن الام اللي بتغلي الميه لابنها اللي لسه والداه، او اللي بتجيب له ميه معدنيه، دي مش ميزه، هو هيعيش في البلد دي، سيبوه ياخد ميكروباتها بدري. ده كلام مهم. النقطه الثالثه، ان بعض الاسر بقت تطعم اطفالها ضد الفيروس الف. احنا بنقول لازم تطعم ضد ب، ده اكيد. انا لما حد بيسالني اطعم ابني ضد الف اقول له لا. ليه؟ انت هتحميه لغايه سن اعدادي او ثانوي، التطعيم مش لونج لاستنج زي الانفكشن. بعد كده هيخرج الشارع ياكل مع اصحابه ويرمرم في الشارع، لما هيجي له الانفكشن في سنكم ده او في سن ثانوي هيكومه في الارض. فسيبوهم يتلطوا بدري. زي الحصبه كده، لو جت في اول الحياه لما خدته في الاطفال بتعدي بسهوله، هخلي حصبه تيجي لواحد عنده 20 سنه ممكن تموته. فالنقطه دي بتهمنا. النقطه الثانيه اللي بتيجي نون اكتريك الهيباتيتس سي في الكبار. الناس اللي عندهم هيباتيتس سي ليفر سيروزس حواليكوا اسالوا كده، جات لك سفره من 20 سنه؟ يقول لك مش فاكر، لانها عدت نون اكتريك.
طيب ايه الوضع بالنسبه للاكتيريك؟ اول حاجه بيعدي اسبوع من البرودروما، فاهم رايت هايبوكوندريال بين، هيباتوميجالي وسبلينوميجالي. لو انت ناصح في الفتره دي وطلبت له ايه ال تي واي اس تي هو لسه ما اتفرش، تلاقيهم عاليين وتعمل بونص حلو قوي في المستوصف اللي انت بتاكل فيه عيش بعد الظهر. عدت منك دي، يبقى الاسبوع اللي بعده الام هتجيلك تمسك في خناقك، ده الواد اصفر وانت مش عارف حاجه، ده ما طلعش برد ولا نازله معويه، ده طلع عنده التهاب كبدي وبائي. الام اللي هتيجي تشخص لك الايه الولد. مع ظهور الصفره الفهم بتتحسن زي الحصبه كده، اول الطفح ما يظهر الفيفر ايه تنزل. في المرحله دي بتلاقي البليروبين عالي والاي ال تي والاس تي عاليين. يدخل بعد كده في البوست اكتيريك الفاهم والجوندس تروح، وتبدا الانزيمز والبليروبين يتحسن. في المكان اللي انت شغال فيه الماركر اللي تشخص بيها اكيوت فايرال هيباتايتس، هيباتايتس اي فايروس اي جي ام، هيباتايتس بي سيرفيس انتيجين، وهيباتايتس بي كور اي جي ام. لو انتوا فاكرين ان البي كور اي جي ام بيشخص حاجه اسمها ايه ويندو فيز، العيان وهو بيخف السيرفيس انتيجين يختفي والسيرفيس انتي بودي يظهر، ممكن يقعد فتره ما عندوش لا ده ولا ده، فانت مش عارف تشخصه، فلازم تطلب الهيباتايتس بي كور اي جي ام. الهيباتايتس سي فيروس انتي بودي بتشكل هنا تحدي لينا، لانها بتظهر يا اولاد بعد شهرين لاربع شهور من الانفكشن، فاحتمال العيان في الاكيوت كونديشن الانتي بودي تبقى ايه لسه نيجاتيف ما ظهرتش. ينفعك هنا لو طلبت الهيباتايتس سي فيروس ار ان اي بي سي ار، ده ممكن يدي ايجابي في خلال اسبوع من العدوى، يعني من شكه الدبوس او كيس الدم. بس طبعا مش كل واحد هيجي لك هتبعته عامل بي سي ار ثمنه 300 400 جنيه، فلازم يبقى عينيك معاك انك ما تكلفش الناس فوق ما يستطيعون. في الجزء بتاع العلاج يهمني اكتر ننصح الناس بايه. فيروس الف بيتنقل فيكو اورال، الهيجين يا اولاد اللي حوالينا، المجاري، الزباله، الدبان، الدبان اللي بيقف على اكلنا، الاكل على العربيات اللي في الشارع، نغسل ايدينا قبل ما ناكل، نغسل ايدينا بعد ما نخرج من الحمام. النصايح البسيطه التافهه دي ممكن تخلص على مرض زي ده، لغايه ما ربنا يكرمنا ونعمل شبكه مجاري وشبكه ميه مقفولين مش مسربين على بعض تحت الايه تحت الارض. بتتسال هنا سؤال، لما الام بتجيب لك ابنها اللي عنده الصفره فيروس الف، هو ممكن يا دكتور يعدي اخواته؟ قول لها من النهارده مش هيعديهم، لكن لو كان عداهم قبل كده ده هنعرفه قدام لو ظهر عليهم المرض. ليه بقى؟ هو فيروس الف بيتنقل عن طريق الاستول امتى؟ اسبوعين قبل البرودروما واسبوع من يوم البرودروما، يعني كل الانفكتيفيتي يا اولاد قبل الجوندس. عشان كده الولد بيبقى في وسط اخواته محدش عارف ان عنده صفرة. يوم ما بتعرف ان عنده صفرة من اللحظة دي هو مش انفكتف، بس وارد يكون عداهم ايه في الثلاث اسابيع اللي فاتوا. فما تقولهاش لا مش هيعديهم، قولها لا هو من النهاردة مش هيعديكم، لكن لو كان ناوي يعدي اخواته زمانه عداهم خلاص. تعرفي بقى منين ان عداهم؟ ان بعد شهر من النهاردة الانكوبيشن بيريود اربع لست اسبوعين لست اسابيع زي ما انتوا عارفين، لو في خلال شهر من النهارده العيال اتفر تبقى تجيبهم لايه؟ اعالجهم هم كمان. نيجي في الفيروس بي وسي، طبعا الترانسميشن بارنترال زي ما انتم عارفين. طبعا مش انتوا مش هكلمكم انتوا في موضوع نقل الدم، ده مش موضوعكم انتوا، معامل الدم هي اللي بتفحص الاكياس والبلازما الى اخر هذا الكلام، لكن اكيد لازم اكلمكم في السرنجات. المستوصف اللي بتشتغلوا فيه بعد الظهر السرنجه مره واحده، اوعوا ضميركم يخليكم تشيلوا من ده تحقنوا ده. لو بتنط تفتح خراج بتاع تتاكد ان الادوات ايه معقمه، تاخدوا بالكم من الحاجات البسيطه. اللي فيكم هيشتغل في حاجه تبع الاسنان او يعرف حد اسنان ينصح الناس بيبقى عندهم ادوات تعقيم واوتوكلاف ومش عارف ايه وحاجات من دي لمين دول. يهمني برضو يا اولاد تنشروا نصايحكم في البعد الاجتماعي. فيروس بي والاكثر منه سي في طرق انتقال سوشيال احنا لسه مش عارفينها. في ناس كتار يا اولاد ما خدوش حقن ولا اتنقل لهم دم ولا نزلوا الترعه وجات لهم بالهريسيا وعندهم فيروس سي. فبنتكلم يا اولاد دلوقتي على السوشيال ترانسميشن، الحلاق الكوافير للبنات عشان ما يزعلوش، الالات ناخدها، مش عيب ان كل واحد فينا يبقى على الاقل عنده الشفره بتاعته تتاكد ان الحلاق بيغير الموس. لو ظروفك احسن وقادر تجيب مشط ومقص هات، وهاتوا ده لاولادكم هتتجوزوا قريب وبقى عندكم اطفال،
الحاجات دي ممكن تظبط حاجات كتيرة. في حاجات تانية زي التاتو ده خلاص طبعا ايه، يعني لو حد قالك عايز اروح اعمل وشم قوله لا بلاش. كانت برضو من ضمن الحاجات اللي ليها دور في انتشار المرض عمليات السيركمسيجن في الموالد، دي خلاص تقريبا توقفت دلوقتي. كان يبقى فيه مولد سيدي فلان او سيدي علان، تلاقي الحلاق عامل له خيمه كده والناس واقفه طابور وبنفس المقص تك 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 تك، كلهم يروحوا بالايه؟ بالهيباتيتس سي والحمد لله. فارجو ان انتوا يبقوا لكم دور في نشر الوعي في الحتت اللي بتشتغلوا فيها. اللي جالهم فيروس سي يا اولاد جالهم، بنحاول نعالجهم بنلغوص فيهم، على الاغلب مش هنعرف لغايه ما يقابلوا ربنا. املنا الوحيد ان المرضى دول ما يعدوش غيرهم. لو احنا عندنا في مصر النهارده 10 مليون هيباتيتس سي او 8 او 12 زي ما يطلعوا، الشطاره انه هم عايشين ما يعدوش حد. لو كل واحد عدا واحد يبقى 10 مليون في الجيل الجاي، افرض عدا 2 بقوا 20 مليون. املنا الوحيد في ايقاف المرض. المرض ملوش فاكسين زي البي، فالحل الوحيد ان انتوا تنصحوا الناس. البي ليه حل، طبعا انتوا عارفين دلوقتي ان وزاره الصحه في مصر بتطعم ضد الفيروس بي من غير ايه؟ فلوس، مجانا بقى اجباري. بنامل بعد التطعيم الافكت للفيروس بي ان فيروس بي يختفي من مصر في خلال جيلين. جيلين ده انتوا مش في الاجيال دي، الجيل ده جيل ولادي مثلا واحفادي انا، انتوا مش محسوبين. بنامل في خلال 50 سنة فيروس بي يختفي من مصر تمام، وفي انتظار ان فيروس سي ايه يطلع له هو كمان ايه؟ فاكسين. اهم حاجه في الاكوت فيرال هيباتايتس كومبليت بيد ريست. عايز اقول لكم ان الاكسرسايز المجهود بيقلل الانترفيرون، والكيور هنا ايه؟ بالاندوجينس انترفيرون. فانصحوا اللي علانين بالراحه، شويه الادويه اللي بناخدها مش عارف السيليمارين والاورثوديكزوكوليك اسيد اكتبوها لهم، مش هنخسر حاجه. حته الاكل ما تعذبوش الناس، مش عسل اسود، بطلوا الطريقه دي. ان عيال تاكل ياكلوا فراخ وياكلوا لحمه، احنا بنمنع البروتينات بس لو دخل ولا يعذب لا اكيد فورمنت هيباتايت. اكلوهم لحمه وفراخ عشان الليفر يحصل له ريكفري. بيجي الناس يقول لك الدكتور قال لي في المستوصف عسل اسود بس، لو اكلته لحمه هيموت. طبعا لا، ياكل يا اولاد لحمه وفراخ وخضار وعيش وجبنه. وبالمناسبه العسل، العسل الابيض احسن من الاسود لان الاسود مليان حديد. كانت نصيحه مهببه قعدنا 100 سنه ننصح الناس بيها لغايه ما اكتشفنا ان احنا كنا مجرمين في حقهم. امتى في الاكيوت هيباتايتس تستعين باللي اكبر منك؟ اكيوت فالمينيشن نسبته في الهيباتايتس A 1 في 1000، هيباتايتس B 1 في 100، هيباتايتس C مش ريكوردد محدش عمل حسبه. لو لقيت العيان ابتدى يجيله هيباتيك انكيفالوباثي وليفر سيل فيلير، ابعته على اقرب مركز متخصص للكبد لحته انت بتشتغل فيها. لو دخل في كرونيستي، يعني ايه كرونيستي؟ يقعد المرض موجود اكتر من 6 شهور، الحد الفاصل بين الاكيوت والكرونيك هيباتايتس زمنيا 6 شهور. ده يحصل في البي والسي بس، ما بيحصلش في الاي طبعا. هنا لازم تستعين بحد اكبر منك. ليه؟ لان دوت كانديد فور انتي فايرال ثيرابي اللي هي وليكن الانترفيرون ريبافيرو. طبعا انت عمرك ما هتدي حاجه زي دي، تبعته لحد اكبر منك يمكن يكون كانديد ويمكن نقدر نوفر له الدواء او هو غني يقدر يشتريه الى اخره. بعض الحاجات التانية الاقل اهمية زي البلاستيك انيميا، هيموليتيك انيميا، اي تي بي فاسكولايتس، جلوميرونفرايتس، ترانسفير لاقرب مركز كبير. ما تقعدش تلغوط في العيان. الكرونيك هيباتايتس دي بقى مشكلة. هم دول 10 مليون مصري اللي عندهم هيباتايتس سي. معظمهم يا اولاد بيشتكوا بفتيك. حتى المريض المصري النهاردة يجي لك العيادة يقول ايه؟ يا دكتور انا مرهق، اعمل لي وظائف كبد. فهموا خلاص ان الكبد بيجي بايه؟ بارهاق. طبعا مع احترامنا للامراض الاخرى زي الانيميا والثيرويد ايلنس والاكتئاب والعيشه واللي عايشينها واللي عايز يعيشها كلها بتعمل ايه؟ فاتيك. ممكن تلاقي هيباتوسبلينوميجالي في مرحله متاخره، تلاقي مانيفستيشن اوف ليفر سيل فيلير. العيان جاي يقول لك يا دكتور انا عندي الكبد، خلصت بقى خلاص انت مش محتاجين منك حاجه. يجي بجاندس، لور لمبي ايديما، اسايتس، بليدنج، هيباتيك انكيفالوباثي. وطبعا من اشهر واسوأ البرزنتيشن هيماتيمسيس اند ميلينا. يهمنا هنا تطلب للعيان اي اس تي، اي ال تي، بيليروبين، بروثرومبين، البومين، سي بي سي، الفا فيتوكروتين عشان الاتش سي سي، فايرال ماركر، تعمل له الترا ساوند، وتفكر ان انت تحطه على الادويه والدراج ثيرابي في مرحله مستقره. اهم حاجه يا اولاد في الدراج ثيرابي انه ما ياكلش ملح
لو في لور ليمب ايديما واسايت، ما ياكلش بروتينات كتيرة تنزل لخمسين جرام في اليوم لو بي او اقل لو بيدخل في هيباتيك انكيفالوباثي. يبقى التو امبورتنت دايتري انستراكشن في عيان ليفر سيروز، لو بيورم منك لور ليمب ايديما واسايتس ملح لا، لو دخل في هيباتيك كوما طبعا ديورنج كوما مفيش بروتينات خالص. افرض دخل وخاف بحدد له كمية، لان لو كان براحته ايه هيتكوم تاني. الحكاية الشهيرة الراجل خارج بالمستشفى يجي لك تاني يوم تسأل العيلة مراته في ايه يا ستي الراجل خارج كويس، ما هو يا ابني كنتوا مجوعينه عملت له ذكر بط اول ما روح بغذيه كل ذكر البط راح ايه رايح. فيهمنا هنا ان انتوا تنصحوا الناس بهذا الموضوع. انا ليا نص ساعة من عشرة وعشرة، يبقى خمس دقايق ازاي؟ انا هقوم عشرة اربعين دقيقة خلاص كده. ساعتكم كام يا اولاد؟ عشرة وكام؟ استني ربع ساعة ما اللي قبليه ياخدوا وقتي وانت جاي تتشطر عليا كنت واقف بس كل يفصل الراجل ولا هو هنا. انا هقوم عشرة اربعين دقيقة، ما تدفعليش الورقة دي تاني، انا باصص على الوقت ومظبط نفسي ثلاثين دقيقة بالظبط خلاص؟ طيب نكمل. النصائح الغذائيه مهمه منكم، الاسر مش فاهمه يا اولاد، الناس فاهمين ده مسكين عنده الكبد عايز يتغذى، هيتغذى ايه؟ هتروح تجيب له كيلو لحم؟ لا، اللحمه دي هتجيب اجله. ناس كتير بيحبوا الملح في الاكل، الناس مش فاهمين يا اولاد ان احنا لو شلنا الملح من الاكل خالص احنا بناخد 3 جرام في اليوم. تعرفوا دي؟ الملح موجود في العيش اللي بناكله، موجود في اللحمه، موجود في اللبن. فانت لما بتمنع العيان من الملح الابيض اللي يحطه ده هو لوحده بياخد 3 جرام. لما بنحط الملح في معظمنا بنوصل ل 6 جرام. عشان العين يمشي كويس ياخد 2 جرام على الاكثر، ودي حاجه مش سهله على فكره، لو حد فيكم طبقها على نفسه هيتجنن. هيبقى مفيش حاجه ليها ايه؟ طعم خالص. الحته اللي تهمني هنا انت تستعين بغيرك. هيباتيك انكيفالوباثي. طبعا تشخيصه سهل. عيان ليفر ودروخ. بيشتم الناس بيزعق راح يطلع يجري ورا جارته اللي قدامه بيبقى لهم تصرفات غريبه كده شويه. ممكن على مستواكم ده تظبطوا الدنيا في البيت لو في الاول. يعني عيانين كتار لينا اهاليهم فهموا فمش كل يوم هنوديهم المستشفى. ممنوع البروتينات خالص. ياكل عيش رز مكرونه خضار فاكهه. حقنه شرجيه كل 6 ساعات. عارفين اللاكتيولوز طبعا. 15 ل 30 سنتي 3 مرات في اليوم. عشان ايه؟ يجيب ايه؟ تو سيمي سوليد ستول. انا بفضل ازود في الجرعه لغايه ما يجيب براز مرتين في اليوم وما يكونش بيحزق، ما يكونش فيه كونستبيشن. عارفين الفلاجيل الميترونيدازول؟ بالمناسبه جرعته في الليفر سيروز 250 مللي جرام مش 500. 250 مللي جرام 3 مرات في اليوم، لان الجرعه العاديه كام؟ 500 3 مرات، لا ده ياخد 250 عشان الهيباتيك ايه؟ ميتابوليزم. الهيبامرز بقى موجود في السوق في اكياس مش في امبولات. عارفين الهيبامير اللي هو ال اورنيسين ال اسبارتيت ده بيحسن اليوريا سايكل وبياخد الامونيا يدخلها اليوريا سايكل. موجود اكياس، اكتب للعيان كيسين على نص كوبايه ميه الصبح وبالليل، بس ما يكونش كرياتينينه عالي. لو في رينال امبيرمنت ممنوع. اوصف للعيان ده بس ما يكونش في ديب كوما طبعا، يكون يا دوبك لسه بيخطرف شويه كده. لو فاق في خلال يوم خلاص. افرض ما فاقش على الحاجات دي في البيت لازم يروح فين؟ المستشفى. جي اي تي بليدنج طبعا ده لازم مستشفى. الحته اللي انت شغال فيها ركب له كانيولا. لو البلاد بريشر سيستوليك تحت 100، لو البلس فوق 100 لازم تعمل ترانسفيوجن. لو عندك دم، مش انت عندك دم يعني في بلاد ترانسفيوجن، علق له دم. مش متاح دم، لو في بلازما هات له بلازما، مفيش بلازما هات له كولويد زي ديكستران حاجه اسمها فولفون هيماجيل في السوق. مش متاح علق له كريستالويد زي سالاين ورينجر الى اخر هذا الكلام. لو عندك فيتامين كي دايسولون سايكلوكابرون اديله امبولتين من كل واحده. لو عندك زانتاك اديله امبولتين. لو عندك بروتون بامب انهبيتور زي بانتو برازول، بلاش نقول اسماء التجاريه عشان ما تمسكوش الناس فينا، بنحلل الفايل على 9 سم ملح ونديها سلولي
دي كلها حاجات قبل ما ابعته الراجل ده لازم اروح المستشفى ده انا بس بلحق. لو في سانجستيكن في المكان وانت متاكد ان عنده فيروس يعني لازم يكون عمل منظار قبل كده ركب له سانجستيكن وايميديتلي ينقله المستشفى فيها ايه منظار مش مستشفى لو مستشفى فيها منظار ومستشفى ما فيهاش يروح المستشفى اللي فيها الايه المنظار. راح المستشفى خلاص مش موضوعك بعد كده انا مش هكمل ايه اللي هيجرى بعد كده مش موضوعك انا هقول لغايه نهايه دوركم بس. هيباتورينال سيندروم دي كارثه يا ولاد عيان ليفر سيروزس واسايتس وجونس وماشي متلخبط. الاكتشاف الحقيقي للمرض بيبدا من الاسره. البول يا دكتور قال معظم حالات الهيباتورينال سيندروم يا ولاد بتيجي بأوليجوريا بس للاسف مش كلها بعضها بيجيب بول عادي. تشخيص الهيباتورينال سيندروم مش بيعتمد على كمية البول بالمناسبة على رايزنج سيرم كرياتينين اكتر من 1.5 فلو قالوا لك البول قال يا دكتور تطلب له تحليل ايه ساعتها كرياتينين ده متاح في اي حتة بتشتغل فيها ربما يكون متاح عندكم سيرم صوديوم او يورينري صوديوم الاثنين بيقلوا بس مش لازم تستنى لما تعملها. عيان الليفر سيروزس بتاعك البول قل تحت 500 ملي لتر بير داي اللي هو تعريف كلمة أوليجوريا قل من نص لتر في اليوم وسيرم كرياتينين اكتر من 1.5 ده بقى هيباتورينال سيندروم تعمل فيه ايه تبعته على المستشفى فورا ده اكيد ده بره ايه قدراتك. ريفراكتوري اسايتس يعني ايه ريفراكتوري اسايتس عيان ملتزم غذائيا 50 ملي ايكويفلنت صوديوم كلورايد في اليوم. عارفين 50 ملي ايكويفلنت يعني حوالي كم جرام؟ جرام جرام وربع ملح دي صعبه قوي. وبياخد ماكسيمم دوز اوف دايوريتك عارفين الماكسيمم دوز كام؟ 160 ملي جرام فروسيمايد اللي هو اللازكس و400 ملي جرام سبيرونولاكتون اللي هو الالدكتون. ملتزم غذائيا وبياخد الدواء وبينزل كل يوم قد ايه في وزنه على الميزان اقل من 200 جرام ده اسمه ريفراكتوري اسايتس. طبعا ده بيحتاج حاجات اكبر منك من ضمنها التابينج من ضمنها الالبوم الانفيوجن حاجات اكبر منك فده تبعته لايه لمستشفى. كنا عندنا الهيباتيك فوكال ليجن دي كارثه عيان انت عمال بتتابعه عمل سونار طبعا اكتشاف الهيباتيك فوكال ليجن ما بيبقاش كلينيكال يا اولاد ده بيبقى بسونار لقيت هيباتيك فوكال ليجن اقصى ما تعمله انك تطلب له لو عندك الفا فيتوبروتين وايميديتلي من غير تاخير ترانسفير لمركز متخصص لان لما بيبقوا بدري بيتلحقوا في حاجات دلوقتي اكيد سمعتوا عنها زي راديو فريكونسي وكيمو امبولايزيشن وبارشال هيباتيكتومي ما تطلعوش تلغوط في الناس دول عندك لان كل ما التيومر بيكبر بالذات لو وصل للبورتال فين ساعتها خلاص ما بيبقاش ليه ايه حل. اول ما تلاقي فوكال ليجن ترانسفير اللي اكبر منك على طول. العيانين الكرونيك هيباتايتس والليفر سيروزس اللي ما دخلوش في ليفر سيل فيلير دول مي بي كانديد فور انتي فايرال ثيرابي اللي قلناها من شويه اللي هي الانترفيرونز والادويه المماثله ليها. العيان طالما كومبنسيتد اديله فرصه يروح لحد اكبر منك مركز للكبد يمكن ينفع له الادويه دي لان الادويه دي هتبقى كيوراتيف فاديله فرصه حد اكبر منك يبص عليه لو ينفع هو هيديله الدواء لو مش هينفع هيرجعه لك تاني ايه تقعد تلغوص فيه ايه براحتك. اخر نقطه هتكلم فيها النهارده والحقيقه بحب اركز عليها يمكن هي دي محاضرتي اللي بديها في طب عين شمس وبهتم بيها جدا لان ده موضوع كنا احنا بندرسه زمان طلبتنا اول ما ابتدينا ندرس على انه حاجه هايفه فاتي ليفر اطمني يا ماما ده انت عندك شويه دهون بسيطه على الكبد. الكلمة دي بتسمعوها كتير حتى لو انتوا مش دكاترة ممكن تكون اتقالت لوالدتك لعمتك لخالتك الى اخر هذا الكلام لحماتك لو كنت اتجوزت الى اخر هذا الكلام. الفاتي ليفر يا اولاد معناه increase fat content of the liver اكتر من 5% من وزنه. الليفر 5% من وزنه فات معظمهم تراجل فرايد لو عدى 5% ده definition of fatty liver. في لستة اسباب طويلة اكاديمية انا مش جايبها لكم انا جايب لكم الاسباب اللي هتشوفوها في الشارع اهمها على الاطلاق اكيد ايه الاوبيزيتي الفات اللي تحت الجلد هيروح الليفر بالعقل يعني. الدايابيتس مهمه قوي الهايبر لايبيديمياز واهمها يا اولاد الترايجلسرايدز انكريز
الفي ال دي ال اللي هي تراجل سترايبز دايما دور الثلاثيه بيبقى معاها فاتي ليفر. الاستروجين ليه انا كاتبه هنا؟ الدواء الوحيد اللي انا كاتبه. في ادويه ثانيه بالمناسبه، كورتيكوستيرويد والكحوليات، ما عندناش كحوليات، كورتيكوستيرويد قله اللي بياخدوها. في انتي اريتميك دراج اللي هو الاميدارون والكوردارون. ليه انا كاتب الاستروجين؟ عشان حبوب منع الحمل. الاستروجين ناس كتير بياخدوه كجزء من كونتراسبتيف بيل، واحد اهم السايد افكت بتاعتها الفاتي ليفر. عيان الفاتي ليفر يجي لك بايه؟ معظم الاحيان ما بيشتكيش من حاجه، انت بتكتشفها لما بتطلب له سونار. واحده جايه تقول لك بطني بتوجعني، يابا هتبعتها تعمل سونار، بطنها وجعها من حاجه كولايتس او جاسترايتس او جول بلادر. الفاتي ليفر اسيمتوماتيك ديزيز، فيكتب لك تقرير السونار ايه؟ انلارج برايت ليفر، كبير برايت بيلمع، ده معناه انه فاتي. احيانا بيبقى فيه شويه ابدومنال ديسكمفورت، بس غالبا ده من الكونو ما بيبقاش من الليفر، وانت بتكتشفها برضو بالصدفه. فحصت العيانه هتلاقي الليفر كبير والسيرف سموث والبوردر راوند. ليه انا حاطط السطر ده؟ عشان افرقه من ايه؟ من اشهر حاجه ثانيه الليفر سيروزس اللي البوردر بيبقى ايه؟ شارب. اهم حاجه للتشخيص الالترا ساوند برايت ليفر، بقيه الاسباب ما تهمكوش. انا جايب الموضوع ده بالذات عشان الباراجراف اللي جاي ده. ايه اللي هيجرى بعد كده يا ولاد؟ اول احتمال ما يجراش حاجه، تقعد بالفاتي ليفر لغايه ما تقابل ربنا بعد عمر طويل لسبب اخر غير الليفر. في احتمال اسوأ، استياتو هيباتايتس. استياتو يعني فات، هيباتايتس يعني هيباتايتس. بناء على الجزئيه دي اتقسم الفاتي ليفر في الاستياتو هيباتايتس لحاجتين كبار، الكهوليك استياتو هيباتايتس، وده لان اشهر سبب لاستياتو هيباتايتس في اوروبا مين؟ الكحول. بس اشهر سبب عندنا الاوبيزيتي. نمره اتنين النون الكهوليك استياتو هيباتايتس اللي هي اسمها ناش، اكيد الاسم ده عدى عليكم في البكالوريوس، او نون الكهوليك فاتي ليفر ديزيز اللي هو النفرت. تعرف منين ان عيان الفاتي ليفر بتاعك دخل بينك في استياتو هيباتايتس؟ تلاقي الانزيمز عاليه. عشان كده لما تجيلك عيانه يا اولاد بفاتي ليفر ابعتها تعمل ايه؟ ال تي واي اس تي. ايه خطوره الكلام اللي انا بقوله ده؟ لو ابتدى يعلى الاي اس تي والال تي ده معناه ان فيه هيباتوسايت نكروز، ماتت شويه خلايا، الخلايا اللي جنبيها تعمل ايه؟ ريجينيريت عشان تعوضها. بس وهي ريجينيريت مش هتحافظ على الاركتكتشر الرباني الجميل اللي معمول، هتعمل نوديولز. النوديولز حواليها تتكون فايبرس سته. راجعوا معايا كده اللي قلناه، هيباتوسايت نكروزس، هيباتوسايت ريجينيريشن، نوديول فورميشن، فايبرس تيشو فورميشن، لوس اوف اركتكتشر. اسمها ايه الحدوته دي؟ ليفر سيروس. وانا قدكم كده واصغر منكم بسنه او اتنين كانوا بيدرسونا في الليفر سيروزس ان نص الحالات كريبتوجينيك. يعني ايه كريبتوجينيك يا اولاد؟ السبب غير معروف. نص الحالات يعني 50%، وبقيه الاسباب اللي هي الفيروسات والاوتوميون ديزيز واقعد غني لغايه بكره 50% التانيين. اكتشفنا النهارده ان نص الحالات الكريبتوجينيك دي سببها ايه؟ الفاتي ليفر. هيجي حد يقول لي طب ليه ما اكتشفتوش ده زمان؟ هو انتم مش خدتوا ليفر بايوبس لاتواس الروزس؟ ما انتم هتلاقوا الفات جنبها. لا طبعا، اثناء مرحله الفاتي ليفر الليفر بيبقى ان انابوليك ستيت، بيخزن دهون. طب لما يبقى فرانك سيروزس دي انابوليك كاتابوليك ستيت، ما بتلاقيش ولا حته فات واحده في الليفر. عشان كده قعدنا سنين طويله نتكلم على كريبتوجينيك سيروزس وطلعت دي. هذا الكلام معناه ايه؟ ان الفاتي ليفر از نوت اسيمبل ديزيز زي ما كنا بنوهم نفسنا. اطمني يا ماما ده شويه دهون بسيطه في الكبد. لا، لازم تعمل ترانس امينيزس. المشكله دي كبيره يا اولاد، الاوبيزيتي مشكله كبيره في المصريين وانتوا عارفين كده. بص حواليك، شوف كام ست تخينه فوق 40 سنه حواليك. الفاتي ليفر بقى يتشخص في اجيالكم، مش محتاجين نستنى 40 سنه، بقى في العشرينات معظمكم بالذات في البنات فوق الحد الاقصى للايه؟ للوزن، لو حسبناكم البودي ماس اندكس. الكلام ده مهم.
امك وخالتك وعمتك اللي عندها فاتي ليفر، الكلام ده مهم ان احنا نبص له بصه حقيقيه اكتر من التهوين اللي ملوش لازمه. اهم حاجه في الموضوع ده ان احنا نعمل ويت ريدكشن. شوف انا حاطط لكم لسته اهي، اهمها حاجه ويت ريدكشن، كلمه مكونه او عباره من كلمتين لكنها في غايه الصعوبه. صعب جدا انك تخسس حد تخين بيحب الاكل، هما بيحبوا الاكل فصعب تجوعهم، عايزهم يمارسوا رياضه. ما هي لو كانت مارست رياضه يا ابني ما كانتش تخنت، هي وزنها 110 كيلو، رياضه ايه اللي هتمارسها؟ ده لا ركب شايله ولا كعب شايل ولا قلب هيستحمل مجهود خالص. فهي مشكله حقيقيه فعلا احنا بنواجهها، لكن مازال الويت ريدكشن اهم حاجه. عرفت تظبطها باكل، عرفت تظبطها برياضه، عرفت تدي ادويه، اهمهم الاورليستات، ادويه كتيره اتسحبت من السوق دلوقتي بتاعه التخسيس زي ما انتم عارفين لانها عملت اكتئاب والناس انتحرت بره، بس ما فيش حد انتحر عندنا، كان المفروض تفضل عندنا الحقيقه. احنا عندنا الحمد لله الناس قاعده وزي الفل. طبعا في عمليات جراحيه دلوقتي، طبعا اكيد خدتوها في الجراحه، اخواننا بتوع الجراحه بيشتغلوا فيها زي الفل عمليات التخسيس. الفيزيكال اكسرسايز بيفكروا يدوا الانسولين سينسيتايزر، عارفين انتوا العائلات الجديده بتاعه البايوجليتازون، مش عايز اقول اسماء تجاريه لكن مش مشكله، اسمائهم في السوق اكتوس وهاي جليتازون 30 مللي جرام، بتتجرب وبتجيب نتيجه كويسه. انتي اوكسيدان زي فيتامين اي، لو عنده هايبر لايبيديميا استرايد عاليه ده يبقى حظها حلو، هتديها الفايبريت زي اللي بنتيل والادويه اللي بالاسم هتظبط الحته دي. في ناس جربت الاورثوجوكس كوليك اسيد اللي هو اسمه ارسوفالك، برضو جاب بعض التحسن. لو في سبب عندك ابسط حاجه خالص، واحده بتاخد كونتراسبتيف بيلز قلناها في اول الكلام، ساعتها يبقى حبوب بناء الحمل مش مناسبه ليها، تبطلها وتستخدم ايه وسيله اخرى. لكن مازال اهم حاجه في الباراجراف ده انك تخسس الناس اذا قدرت. شكرا جزيلا. خلاص ولا كده المحاضرة هتسهلكم على الشاشة لو حد فيكم عايز العناية. هجاوب على السؤال ده في دقيقة واحدة بس عشان مضطر امشي. فعلا انا كان مفروض اتعرض للنقطة ديت، الهيباتيتس بي والسي السكشوال ترانسميشن. فعلا نقطة سؤال مهم جدا، الهيباتيتس سي يا اولاد لم يثبت انه ينتقل عن طريق السكس، وما تجيبوش سيرته للناس، سيبوا البيوت مقفولة على البلاوي اللي فيها. احنا بنتكلم على 10 مليون مصري عندهم هيباتيتس سي راجل لست، لو قلت للبارتنر بتاعه ده ممكن يعديك البيوت دي هتتخرب. ما عندناش اي اثبات ان الهيباتيتس سي بتنقل عن طريق السكس، سيبوهم كده لو ربنا ناوي يعديهم دي يعديهم، لان انتوا هتخربوا بيوت. بنقول 10 مليون يعني 10 مليون اسره، انت متخيلين لو نشرنا المعلومه دي مفيش، وفعلا هو مفيش اثبات. في بعض الابحاث زمان اتكلمت ان لو البي سي ار عالي قوي في وجود اتش اي في ممكن يتنقل، ما عندناش اتش اي في الحمد لله. فالسي لو حد سالك قول له علاقتك بمراتك او علاقتك بجوزك عاديه خالص، مفيش اي قلق، خلاص كده خلصنا من ده. نيجي بقى للبي، البي بيتنقل الحقيقه 10% من العلاقات السكشوال من واحد عنده بي لواحد ما عندوش بينقل المرض، سواء من راجل لست او من ست لراجل. فانا بنصح بايه؟ لان دي بقى اللي لازم ننصح لوجه الله، لان فعلا هنا اكيد بيتنقل. لما بيجي لي حد عنده راجل او ست عنده البي، بعمل تحاليل للتاني وللاطفال. طلع عنده بي خلاص، من بي لبي يا قلبي لا تحزن، يتنيلوا يقعدوا هما الاثنين مع بعض، ما فيش مشكله، الاثنين بقوا عندهم. لو الثاني ما عندوش بديله فاكسين، لو ما كانش خده. البي ليه فاكسين خدوا بالكم، والبروتكشن بتاعه فوق 95% لمده 5 سنين، وكل 5 سنين تقيس الانتي بوديز وتديله بوستر دوز. فببعت البارتنر السليم اللي لسه ما اتعداش ياخد الايه؟ الفاكسين. لو جابوا عيال قبل كده يبقوا خلصوك من مشكله كبيره. اطلب ان الهاسبنت الزوج الراجل يستخدم العزل الطبي اللي هو الكونتوم. هي بتبقى النقطه مزعجه شويه لو لسه ما جابوش عيال، مش هنقدر نستخدم الكوندوم في الحاله دي، بس يغطي دي ان الفاكسين لو البارتنر التاني خده
والانتي بوديز ليفل عليت فوق 100 وحده زي ما انتم اكيد درستوا ده في البكالوريوس، غالبا ده بيغني من النقطه دي. وكده كده الدايليما دي مش كبيره في بلدنا لان البيع عندنا ايه محدود. اما السي اللي هو المشكله الكارثيه بتاعت بلدنا لا ينتقل عن طريق العلاقات الزوجيه والجنس، فسيبوا الناس عايشه وسيبوا البيوت متقفله. السلام عليكم.